اتكلم النهارده عن ابن رشد. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هنبدا نتكلم عن بعض العلماء المسلمين عشان نبين تاريخ العرب والمسلمين في النهضه الحديثه والحضاره الحديثه. اول واحد هنتكلم عنه هو ابن رشد ابو الوليد محمد ابن احمد ابن رشد الاندلسي القرطبي من الأندلس، الأندلس اللي هي أسبانيا والبرتغال حاليا أيام العرب ما كانوا بيحكموها. اتولد سنة 520 ميلاديا، هو طبيب وفيلسوف وعالم فلك ورياضيات، كان بيشتغل قاضي قضاة قرطبة، قاضي قضاة قرطبة، والده أبوه كان قاضي القضاة قبليه، تمام؟ أخذ الطب عن العالم أبي جعفر بن هارون وأبو مروان بن جربول الأندلسي، تمام؟ كان من كبار أطباء عصره، ووفق بين الفلسفة والشريعة، واصطدم أحيانا مع أفكار الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله، وعمل تعديلات على ونظف أفكار أرسطو من الشوائب. وكان في خدمته الفيلسوف ابن الطفيل، كان من تلامذته، والتحق ابن رشد بالبلاط المراكشي، تمام، كطبيب خاص للخليفة، وتم الإيقاع بينه وبين الخليفة واتهامه بالكفر وحرق جميع مؤلفاته، ولكن ملابس الخليفة أن عرف الحقيقة ورضي عنه، ثم مات هو الخليفة سريعا في عام 1198 في مراكش. السلام عليكم ورحمة الله.